أصدرت تركيا نافتكس تلكس بحري من 10 أغسطس وإلى 6 فبراير شباط 2024 لصالح سفينة الحفر عبد الحميد. أردوغان يعلن نهاية الهدوء وإرسال الرابعة، السفينة الرابعة للحفر عبد الحميد خان والسلطان عبد الحميد، لشل كل ما يتعلق بحركة النيتو من جهة، وعلى بعد أمطار مما يسمى المنطقة الاقتصادية الخالصة لليونان. فبعد سنة من التحاقها بأسطول الاستكشاف التركي، الآن أعلن دخول هذه السفينة إلى ميدان الحفر. وحسب الأقمار الصناعية فإن البحث يتم اليوم، والحفر قريب من كاستورليزو، وهذه المنطقة شديدة الأهمية، فيما يحاول اليونانيون أن يؤكدوا على إمكانية تسليم أكثر من 5 جزر كقواعد عسكرية للرد على ما يحدث الآن من تطورات في بحر إيجا. كل هذا وهناك تهديد مباشر من بوتين بخصوص تحويل هذه الجزر في بحر إيجا إلى قواعد أمريكية، وخصوصا منها سكاروس، فيها قاعدة إسرائيلية يحاول اليوم الأمريكي استغلالها بشكل واضح للغاية. هناك الإيرون، وثانيا الآن Q9 ريبا التي أسقطت جزء منها أيضا يطير من هذه القاعدة. فيما في الاتجاه الآخر نجد أن هناك مشاركة واضحة للآف 514 كيناليادا في ميناء كوستانتا بين 12 و16 من أغسطس، وسيكون فيها زيارات لأن في هذا الميناء الروماني رسالة واضحة إلى إمكانية العمل مع رومانيا بعيدا عن العلاقة مع روسيا. وهذه رسالة أخرى تؤكد من خلالها تركيا على قرارها المستقل في البحر الأسود. لكن الصدمة التي حاول الجميع إيقاظها اليوم عبر الصحافة الأوكرانية تواجد الآن APC، وهي معدلة في تركيا تحت اسم إيفان بوهون. واليوم في أوكرانيا تتقدم جميع القوات الخاصة بأسلسان RWS برشاشين 7.62 ملم والرشاش 12.7 ملم. هذه التطورات التي تجعل من آليات وأسلحة تركية وتعديلات تركية، خصوصا بالنسبة لأسلسان وتجريبها في الحرب، هذه كانت بمثابة ما سمي باستقلال القرار التركي. في نفس الآن هناك تبادل مصالح قوي جدا بين أردوغان وما بين بوتين، لذلك فتركيا لديها هذه الاستقلالية التي لا تجعل بأي حال أن يكون أردوغان تحت تصرف بوتين، كما ليس تحت تصرف الرئيس الأمريكي بايدن. أردوغان استقلاليته اليوم تعطي أزمة في نظر رئيس اللجنة الخارجية في الكونغرس الأمريكي، عندما قال إن أردوغان لا يمكن أن تنظره إلا من خلال مصالح تركيا، أو تنظره كأردوغان ولا يمكن بأي حال أن ننظره حليفا. فهل هو حليف لبوتين أم حليف لبايدن؟ هو حليف لتركيا. إن هذا هو الاستنتاج الذي يعول عليه رئيس لجنة الخارجية في الكونغرس الأمريكي. وبشكل حصري نجد اليوم أن تقدم أسطول الاستكشاف في شرق المتوسط، هذا يعني أمرين اثنين. الأول أن جزر اليونانية أو المسمات يونانية في بحر إيجا لن يكون أمرها عسكريا بقدر ما سيكون اقتصاديا،
لأن درجة الحضور التركي لا يستدعي من الطرف الآخر، وأمام حوار بين أثينا وأنقرة لا يستدعي بأي حال الخيار العسكري بل الخيار الاقتصادي. ومجرد أن تبقى هذه الجزر لديها بعدها الاقتصادي بعيدا عن العسكري فهذا يخدم بشكل كبير جدا تركيا، بل ويخدم أمن المنطقة، لأن بوتين يهدد باستخدام النووي في حال تسليم جزر بحر إيجا اليونانية كقواعد للولايات المتحدة الأمريكية. إذن هناك الخيار النووي. وبالنسبة لأردوغان فإن تقديم هذه الجزر على أساس اقتصادي بعيدا عن الجيوسياسي هذا هو الأمر الضروري الآن لإبعاد الحرب من جهة وإبعاد الخيار النووي في البوسفور التركي. كل هذا يحاول أردوغان إبعاده، هذه من جهة. من جهة أخرى هناك أيضا بايدن الذي يرغب في التمدد العسكري واستغلال بحر إيجا وجعله بحرا مغلقا للنيتو، ومن ثم يمكن التئام شرق المتوسط وجعله كل البحر الأبيض المتوسط من خارج نقطة طرطوس الروسية في سوريا كلها تصبح بحيرة أطلسية. إذن واقع الحال الآن أن هناك ترتيب شديد الأهمية بالنسبة لأردوغان بخصوص بحر إيجا ومستقبله وجعله أبعد بكثير عن النزاع الجيوسياسي بين روسيا في البحر الأسود وما بين أمريكا انطلاقا من البحر الأبيض المتوسط وأساسا من ألكسندروبوليس ومن مستقبل جزيرة كريت في خارطة دفاعية على العموم للولايات المتحدة الأمريكية. إن مجرد تمديد ألكسندروبوليس لتصبح أكثر قوة بالقواعد الجوية على جزر بحر إيجا هذا سيشكل أرخبيل قاتل، سيمنع بشكل واضح الملاحة العسكرية أو الانتقال من البحر الأسود إلى البحر الأبيض المتوسط وخصوصا إلى القاعدة طرطوس. إذن أمامنا هذا التصور الذي لدى بوتين من جهة. إذن بايدن يفكر في محاولة احتواء شرق المتوسط، فيما بوتين يحاول احتواء البحر الأسود كبحيرة روسية بالأساس. وفي الحالتين فهذا الصراع لا يريد بأي حال الأتراك أن يدفعوا ثمنه، ولذلك فهم اليوم يحاولون إبعاد العسكرة من هذه الجزر، وهذه مطالب تاريخية منذ التوقيع على اتفاقيات سابقة وتاريخية تحدد مصير هذه الجزر، هذه زاوية. إذن عدم العسكرة هذا يجعل من خيار أمريكا وإسرائيل في هذه القواعد المتقدمة عبر الجزر اليونانية في بحر إيجا أمرا مستبعدا. ثانيا الدعم الاقتصادي، أهم شيء تحويل هذه المناطق إلى مناطق اقتصادية، مناطق الاستكشاف للبترول والغاز، وتحويل هذه المنطقة إلى منطقة إنتاجية بعيدة عن الشد والجذب الجيوسياسي حول البوسفور. إذن هذه زوايا تحاول أن تنطلق منها تركيا، وإن كان القصد من كل هذا الصراع ما بين روسيا وما بين الولايات المتحدة الأمريكية حول هذه المنطقة وحول بحر إيجا عموما وحول تأمينه والانتقال بالملاحة الحرة في اتجاهين، أمريكا نحو البحر الأسود من البحر الأبيض المتوسط وهذا الذي منعه الأتراك، وأيضا من البحر الأسود باتجاه البحر الأبيض وهذا الذي منعته أيضا مونترو، وكل هذا من أجل تثبيت موقع تركيا. إذن مهم جدا إبعاد هذه المنطقة عن خارطة الحرب القادمة وعن النووي والاستخدام النووي في هذه المنطقة، وذلك بعدم العسكرة وتحويل المنطقة إلى منطقة إنتاج غازي وبترولي هذا هو الأهم في كل ما يسعى له الأتراك. في الاتجاه الآخر سنجد أن تركيا
تحاول أن ترسل إشاراتها العسكرية في الاتجاهين وبشكل متوازن. من جهة أولى نجد رومانيا، إذن هذا التواجد التركي مع رومانيا له أكثر من هامش مناورة. في الاتجاه الآخر أيضا سنجد أن هناك مشاركة بمستويات، وهناك تجريب الأسلسان RW، يعني أننا نتحدث اليوم عن إمكانية الوصول وبشكل واضح جدا إلى اعتبارين أساسيين، أن RWS لأسلسان تجرب اليوم على الجبهات، ومهم جدا أن يتأكد للجميع أن الأداء حسب الأوكرانيين أداء متميز. لكن في نفس الآن فإن المستوى الأول من أسلسان RWS هو الذي يستخدم الآن أو يستعمل الآن أو يناور به الآن في الجبهات إلى جانب أوكرانيا بطبيعة الحال. لكن أسلسان في نظر بوتين، وخصوصا بالنسبة للمستوى الأول والثاني والثالث، فهو يعتقد أن أمره متجاوز. إذن ما يدهش هو الجيل الرابع والخامس والسادس، الآن نحن في الجيل السابع من أسلسان، وهذا الذي لديه قيود لأنه يستتبع أمورا كثيرة. أما هذا فللاستهلاك الناري المباشر أو لليومي الناري بهذا الخصوص. إذن أمامنا هذا التقدير الشديد الأهمية بالنسبة للوصول إلى تقييم شديد الأهمية. أولا إن تركيا الآن أمام نفتكس يدوم إلى 2024، وكل من يعتقد أن مثل هذه الفترة فترة عادية فهي الفترة التي قد تقارب نهاية الحرب. لذلك فهذا التاريخ ليس تاريخا اعتباطيا، إنه تاريخ يحمل كثيرا من التقدير التركي بأن 2024 وخصوصا في فبراير، أي قبل الذكرى التي كان فيها الهجوم. في هذه الذكرى إما حسم المعركة بهذا الاتجاه أو ذاك. ولذلك فإن التقدير الذي وضعه الآن الأتراك في فبراير، يعني في نهاية فبراير 2024، معنى ذلك ما بعد مرور الذكرى التي انطلقت منها حرب أوكرانيا. وهكذا يمكن أن تتضح لماذا اختيار تركيا أن الحرب يمكن أن تبقى قائمة إلى حدود هذا التاريخ، وهذا هو السبب الذي حاولت أن تسيطر من خلاله تركيا على المنطقة بشكل شامل، بشكل يؤكد أن هذا الاعتبار دقيق للغاية. إن تركيا في هذه المرحلة على وجه التحديد وأمام رؤيتها البعيدة المدى تجاه بحر إيجا وإبعاد كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية عن المنطقة الحساسة هذه في بحر إيجا، وإلى حدود عشية الذكرى المقبلة لاندلاع حرب أوكرانيا، كل هذا يحمل رسالة أن تركيا تلعب أوراقها الخاصة.